السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. معكم حنان من قناة شاهد، قناة خاصة بالأمومة والطفولة وكل ما يتعلق بالتربية. إذا اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي يكون مختلف شوية، لأني غادي نجاوب على بعض الأسئلة ديالكم اللي قلتوا لي بغينا تعرف عليك أكثر، وبين خاصة واحد جوج ديال الأسئلة ولا ثلاثة اللي غادي نركز عليها بزاف وغادي نوضحها في الفيديو هذا. فإذا كنتي ماشي مهتمة بهاد المعلومات هذه وبغيتي فقط فيديوهات اللي غادي تفيدك فيما يخص الأمومة والتربية، غادي نقول لك هاد الفيديو ما غاديش يفيدك، ونقول لك بسلامة ونشوفك في الفيديو المقبل إن شاء الله. لكن إذا كنتي مهتمة بقى معايا حتى الآخر. اذا بزاف ديال الاسئله اللي طرحتوها عليا، معلومات اللي بغيتوا تعرفوها عليا، صراحه الاغلب ديال الناس اللي كيعملوا يوتيوب كيبداو بهذا الفيديو هذا، يعني كانوا فيديو تعريفي عليهم شكون هما الى اخره. لكن انا ما فكرتش فيه في الاول، لان كان كيهمني اكثر نعطي في المحتوى ديال القناه، كان موضوع كينقلني الموضوع، يعني كنتو نتوما كتقترحوا عليا مواضيع وكنت كنعملها، يعني ركزت اكثر على المحتوى ديال القناه وما فكرت بلي خصني نعمل واحد الفيديو تعريفي عليا ويعني تقربوا مني اكثر. لكن فعلا حتى انا حسيت بلي جا الوقت، كيف ما نتوما طلبتوا مني هذا الفيديو، كيف ما انا حتى انا بغيت نهضر ونجلس ونهضر بتلقائيه وبعفويه معكم بلا ما نكون محضره الموضوع وكتباه ومجداه. فما عرفش الفيديو واش غيجي طويل ولا قصير، لان غير جلسه وكنهضر وصافي. اذا غادي نجاوبكم، واش انا اخصائيه التغذيه، واش انا طبيبه، واش انا اخصائيه في الامومه، شنو الخدمه ديالي، شنو التخصص ديالي، شحال في عمري، فين كنسكن الى اخره. اذا انا اسمي حنان كيف ما كتعرفوا، في عمري 27 عام وتزوجة، عندي بنيته وحده اللي هي شهد، في عمرها عام وسبع شهور او لا عام و8 شهور. فين كنسكن؟ كنسكن في كازا في الدار البيضاء، يعني كنت في طنجة لكن بعد الزواج انتقلت لكازا. اذا شنو التخصص ديالي وشنو هي الخدمة ديالي؟ تخصصي هو اللغة العربية، كنت كنشتغل معلمة للغة العربية في مراحل التعليم الابتدائي الاساسي، قريت اللغة العربية. وقفت الخدمة ديالي من بعد ما يعني كنت يلا قربت نولد شهد، وقفت وقدمت استقالتي لاني كان عندي اقتناع بلي بغيت نبقى مع بنتي في السنوات الاولى ديالها، وبغيت نكون متفرغه تماما ليلى، متفرغه لانني نثقف راسي اكثر في كل ما يخص المراحل اللي كتسناني من ولاده من رضاعه الى اخره. فمن بعد ما وقفت الخدمه، اول حاجه بعدا قبل يعني من بدا في هذا الشيء ديال انني كنبارطاجيو الى اخره، قبل كان عندي واحد الشغف بكل ما يتعلق بالاطفال. فالحمد لله كنت في كل سنه كنخلق واحد العلاقات رائعه مع التلاميذ ديالي، اللي كاينش منهم كيتفرجوا في القناه وكيخليوا لي كومونتير مره كيقولوا لي واخا ما كنفهموش المحتوى ديالك، ولكن ملي كنتوحشوا كندخلوا للقناه وكنتفرجوا فيك، فكنسلم عليكم بزاف. فكنت كل سنه الحمد لله كنخلق معاهم علاقات هي رائعه، علاقات طيبه، كنعتبرهم اصدقائي، وكنت كنقدر يعني الحمد لله يعني بفضل من الله كنقدر انني نساعد بزاف ديال التلاميذ باش يتغلبوا على بزاف ديال المشاكل. زيد على هذا كنا يعني كنستافدوا من دورات تكوينيه في علم النفس التربوي، كيفاش نتعاملوا مع الاطفال، كيفاش يعني بزاف ديال البيداغوجيات التربويه اللي استفدت منها من المؤطرين اللي كانوا كيأطرونا ك يعني رجال ونساء تالي. فاذا من بعد ملي وقفت الخدمه بحال قلت لكم، تفرغت لبنتي وتفرغت للمراحل اللي كنت كنعيشها. فكنت كنبحث بزاف 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 في كل ما يتعلق بكل مرحله انا كنعيشها، مثلا المرحله الاولى الوحام وشنو المشاكل اللي تقدر انني نواجهها، كيفاش نتصرف فيها الى اخره. فكل مرحله كنت كنقرا عليها بزاف، كنبحث فيها، كنكتب، كان عندي كتاب اللي كنكتب فيه كل شيء، اي معلومه مرات عليا كنكتبها وكنسجلها، اي موضوع كنبحث فيه كان، لاني من بعد غادي نبدا نبارطاجي هادشي مع الناس، وانا ماشي معكم دقه دقه. اذا من بعد بديت كندخل المجموعات النسائيه في الفيسبوك اللي ما كنتش داخله لها قبل ابدا، ما كنتش كندخل لها، خاصه يعني مجموعات ديال النساء الحوامل والامهات. وهاد المجموعات صراحه كتدخلك من واحد العالم اخر، كتدخلك واخا انت ما كيكونش عندك داك المشكل، لكن كتلقى وحده اخرى عندها فكتمشي وكتبحث فيه وكتقرا عليه وكتعرف شنو شنو يعني كيفاش خصها يعني شنو خصها تعمل الى اخره.
وفي نفس الوقت اكتشفت باللي كاين واحد ما نقول واحد الجهل، ولكن ما كاينش مصادر اللي كتثقف اللي كتهتم بانها تثقف المرأة في الأمومة، ثقافة الأمومة يعني بكل بساطة. ما هو طب، ما هو اختصاص في التغذية، ما هو هو ثقافة أمومة اللي خصها تكون عند كل يعني كل أنثى قبل حتى ما تصبح أم، خصها تكون عندها الثقافة كيفاش تواجه أي مشكل تحطت فيه، سواء مع الرضيع ديالها أو مع راسها هي، شنو خصها تعمل إلى آخره. مهم، اكتشفت باللي بزاف ديال الناس عندهم معلومات اللي هي مغلوطة. كنكون ديجا قريت أنا على ديك الحاجة هذيك وعندي معرفة عليها وكتبت فيها إلى آخره، فملي يعني ملي كندخل كنلقى وحدة طرحها هذاك المشكل وكنلقى تعليقات كل وحدة شنو كتقولها، اللي كتقولها ديري هذه، اللي كتقولها ديري هذه، ديري هذه، ديري هذه. ففي بلاصه ما كتكون داخلة أنها تستافد، كتكون صافي كتقرا ديك التعليقات كتدوخ أكثر. أنا كنقول بلي هذه ملي غتقرا هاد التعليقات راه غادي تدوخ، ما غتلقى ما غادي تعرف ما تعمل أصلا. المهم بديت دائما في كل مره كنشوف شي حاجه كندخل وكنكومونتي وكنقول لا عندك ديري هذه، ديري هذه، ما ديري هذه الى اخره. ف بحال اللي ولفوني بزاف ديال الناس كنجاوبهم، ولفوني بزاف ديال الناس في اي حاجه كيطاقيوني الى اخره. من بعد قررت انني نفتح جروب، انني نعمل جروب ديالي في الفيسبوك وسميته كل ما يخص الحمل والامومه برؤيه علميه جديده، يعني بلا تخربيق، بلا دوك يعني دوك المعلومات المغلوطه الى اخره. اذا عملت هذا الجروب هذا، باقي لحد الان كاين، غشنو للاسف ما بقيتش كنلقى الوقت بزاف، باقي كنتواصل مع البنات في الخاص وكل شيء، لكن ما بقيتش كنلقى وقت بزاف لان يوتيوب خذ لي الوقت اكثر. اذا عملت هذا الجروب هذا، بديت كنبارطاجي بزاف مع الناس اي حاجه كتعلق بنتي ملي يعني ولدت، اي حاجه كتعلق بها كنبارطاجيها، سواء من الوجبات ديالها، من تنظيم الرضاعه، من تنظيم النوم، فكنت كنبارطاجي فيه اي حاجه. فالبنات ولفوني اني ديما حاضره معاهم في اي حاجه، في اي مشكل ديما حاضره، كيطاقيوني حنا الاجموان، كيطاقيوني كندخل كنجاوبهم. ومن بعد كتجي عندي الخاص كتقولي الله يرحم لك الوالدين، راه درت كذا وكذا 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 ونفعني داكشي مع ولدي وقدرت نظم له النوم، اولا تغلبت على المشاكل اللي كانت عندي في الرضاعه، اولا في اي حاجه. الحمد لله كنت كنفرح بزاف وكنلقى باللي هذا حافز كيحفزني انا كنعمل شي حاجه مزيانه، يعني هما ماشي كنشكر راسي، وانما انا كنت كنحس من الناس كيعطيوني داك الاحساس بلي هما استافدوا من واحد الحاجه اللي انا بحثت فيها وقريت فيها، اولا مثلا جربتها مع بنتي وصدقات، فكنت كندوزها له وما كانوش يمكن غادي يلقاوها في شي بلاصه اخرى، لان بحال قلت لكم كاين ندره في مصادر هاد الثقافه هذه. ما كاينش قنوات، كنلقاو قنوات في الطبخ، قنوات في المكياج، في اللباس، في التاويل، في الشقة، رجعنا كنلقاو قنوات حتى ديال الشقة تبارك الله، لكن ديال الأمومة والتربية وديال كيفاش نتصرف مع أي مشكل كيتعلق بولدي ولا بنتي ما كنلقاوش. وكنعتبروا باللي لا هذه مواضيع يهضر فيها جارتها، كتعطيها المعلومه كتمشي هي تطبقها، يا تصدق لها يا ما تصدقلاش، لكن ما كتحاولش تثقف راسها وتقرا، قرا المقالات الطبيه. الناس دابا كيستعملوا الانترنت كيخدموا به وكيقراو فيه، وكاين جامعات اللي غف الانترنت تقدر يعني تحصل على شهادات جامعيه. حنا الوقت كنبقاو مدوزين غف المشاكل ديال الفيسبوك، هذه ما عرف شنو وقع لها مع راجلها، هذا بركابي، وهذه ما عرف شنو، المهم بين قوسين تخربقت شنو كنت كنقول. ثم مهم جات الفكره ديال انني نفتح قناه، يعني جاتني الفكره من عندي، قلت علاش لا، مادام انني كنقدر نفيد واحد بزاف ديال البنات، وعلاش ما نفتحش واحد القناه اللي تكون خاصه بهذا الشيء هذا. والا رجعتوا لاول فيديو ديالي الاولاني، غادي تلقاو باللي يعني قلت باللي قناه غادي تكون خاصه بالتربيه، يعني ماشي من بعد عاد قلت واجي نقلبها تربيه ولا شي حاجه، لا، كانت في الاول. تحت القناه كنطرح فيها مواضيع ماشي طبيه، الناس اللي كيقولوا لي واش انتي طبيبه، انا ما كنشخصش حالات مرضيه، ما كنوصفش ادويه، ما كنطلعش ونهضر على امراض ونقولها كيفاش كيجي الى اخره، شنو ديري. انا كنهضر على كل ما يتعلق بمواضيع الامومه، ملي كنشرح الاضرار ديال المشايه ما نحتاجش طبيب انه يشرحها لي، ملي كنشرح السكاته شنو هي الاضرار ديالها، شنو هي المميزات ديالها، هادشي خصو يكون عندي السكاته واحد الحاجه اللي نقدر نخليها في الفم ديال ولدي عامين وثلاث سنين،
فخصني نبحث فيها وخصني نعرف ديك السكته باش تقدر تفيد ولدي وباش تقدر تضره. المشايه اللي كنحط فيها ولدي ساعتين وثلاثه ديال الساعات في النهار لشهور خصني نكون عارفه دوك المشايه باش غادي تضر ولدي وباش مثلا كتلقى بزاف ديال الامهات كيضطروا انهم يوقفوا الرضاعه او لا ما يكملوهاش بسبب مشكل بسيط اللي اذا كانت بحثت فيه وقرات عليه وعرفات شنو خصها تعمل وشنو خصها ما تعملش ما كانش غطيح في هذا الاشكال هذا ديال انها تحرم الطفل ديالها من الرضاعه الطبيعيه. تنظيم النوم التنويع الغذائي شنو خصني نعطي شنو خصني ما نعطيش كنلقاو باقي لحد الان بزاف ديال الامهات اللي كيبداو يعطيو الياغورت ويعطيو لي بسكوي ويعطيو مثلا كتبدا بحاجه اللي ما خصهاش تبدا بها كتلقى الطفل عنده امساك ما عرفاش كيفاش تصرف كتخلع كتلقى عنده اسهال كتخلع كتلقاه المهم مشاكل اللي هي بسيطه تقدر تخلعنا. وفي حين لا الا بحثنا فيها وجمعنا معلومات وقرينا وسمعنا برامج وشرينا كتب وقريناهم واخا ما تكونش عندنا اللغه نقدروا نترجموا نقدروا ناخذوا كتاب كل نهار واخا بالانجليزيه واخا بلغات اخرى نقدر ناخذ كتاب اللي انا عاجبني موضوع وناخذ كل فقره ونبقى نترجم فيها ونكتب النقاط نكتب يعني رؤوس الاقلام نكتبها عندي ونخليها باش ملي نطيح في داك الاشكال نلقى المعلومه عندي ونلقى راسي عارفه كيفاش نقدر نتصرف. اذا كذلك كنقول واش انت اخصائيه التغذيه بما اني كنقدم لكم بزاف وصفات ديال الرضاع وكنعطيك كيفاش تقدر يعني تبدا التنويع الغذائي وداكشي. اول حاجه هذا من اكثر المواضيع اللي فيه معلومات ومغالطات كثيره هو هذا الموضوع ديال التغذيه ديال الرضاع فوقاش نقدر نبدا وشنو نقدر نعطي ويعني وللامانه اسمحوا لي على الصداع هو فيه اختلاف حتى بين الاخصائيين فكتلقى اخصائي كيقول لك هضره واخصائي كيقول لك هضره اخرى يعني وصراحه كاين بعض الاطباء اللي كيعطيو معلومات غلطه او ماشي غلطه وانما ما كيكونوش متجددين ما كنلقاوهمش كيمشيو كيسافروا كيحضروا ندوات في الخارج كيقراو اخر الدراسات يعني اللي يعني اخر الابحاث اللي توصل ليها العلم البحث العلمي كيخدم بعض بزاف ديال الحاجات اللي مثلا انا ملي كنهضر على البيض ملي كنقول نبداو سفر البيض في 6 اشهر كيوصلوا تعليقات كيقول لي او البيض ما كيتعطى حتى العامين او حتى العام مستحيل الطفل الرضيع وفي حين ان الدراسات الحديثه تبتات باللي شحال ما اخرنا البيض ما عطيناش للرضيع شحال ما كاينه امكانيه انها تكون حساسيه من داك الشيء هذاك ماشي غير البيض يعني هذا غير مثال بسيط فانا يعني بكل صراحه ما كنديب انت للبيدياتر كنقول لا ملي كتكون مريضه يعني كناخذ الدواء كنستعمل الدواء لكن التنويع الغذائي ما اعتمدش نهائيا على شنو كيقول لي البيدياتر بل كنقرا كنبحث كل صنف غذائي غادي نبداه له شنو فيه شنو ما فيهش واش يقدر يسبب لها غازات شنو يقدر يعطيها شنو يقدر ما يعطيهاش فهادشي اللي كنبارطاجي معكم كنبارطاجي معكم الوصفات اللي كنعمل لبنتي الحاجه اللي انا متاكده منها ما غاديش تضر اي طفل يعني كنحسب الاطفال ديالكم اللي نتوما كتجربوا داكشي اللي كنعطيه لكم كتجربوه كنحسبهم بحالهم بحال شاهد يعني الحاجه اللي ما غاديش نبغيها نعطيها انا لبنتي ما غاديش نجي نصورها لكم والامانه كاين حاجات اللي كنعملها لشاهد وما كنزعمش نبارطاجيها معكم لان كنخاف كنقول يمكن جات مع بنتي ما تجيش مع بعض الحاجات بحال بعض الوصفات فما كنزعمش كنقول لا خصني نبارطاجي معهم الحاجه اللي متاكده منها على ما عندها اسس علميه وقريتها في شحال من مصدر يعني باش كنخلي المسؤوليه ديالي من اي حاجه وكنكون متاكده بلي هاد الحاجه ما غاديش تضر بحتى شي طفل. ملي كنلقى امهات يعني ام كتدخل كتكتب لك بلي شكرا بزاف الله يرحم لك الوالدين قدرت نقاد النظام الغذائي ديال ولدي او لا مثلا بنتي ما كانتش كتنعس والحمد لله قدرت نظم النعاس ديالها ولا مثلا ولدي ما كانش كيتزاد في الوزن الحمد لله الوزن ديالو تحسن بزاف بهذا النظام الغذائي اللي كتحط الى اخره هادشي كله كياكد لي بلي انا ماشيه في واحد الطريق ليا صحيحه الحمد لله عمره ما وصل لي شي تعليق كيقول بلي عطيت لولدي ديك الحاجه وضراته اولا عملت بهذه النصيحه ديالك وضرات بنتي اولا ولدي الى اخره الحمد لله التعليقات كلها ايجابيه وكدعي معايا وتقولي الله يرحم لك الوالدين والله يخلي لك شهد الله يفرحك بها فهذا اكبر ربح اكبر ربح عندي هو هذا ودوك الدعوات الجميله ديالكم
كاين بعض الناس كيقولوا لي خصك تبدل من المحتوى نوع، مره هكا مره هكا باش القناه تكبر وباش تكون مشاهدات اللي هي كثيره. كاين بعض الناس اللي قالوا لي يعني ملي يلاه بديت بلي هذا المحتوى ما غاديش ينجح ما غاديش يوصل، لاني يعني ماشي هو هذا المحتوى اللي ناجح حاليا خاصه في هذه العامين الاخرى. يعني المحتوى اللي كيتشاف بزاف نتوما عارفين شنو هو، المحتوى ديال الروتينات والمقالب يعني المحتوى الترفيهي. انا ماشي ضد، ولكن ماشي هذا هو المحتوى اللي بغيت انا في القناه ديالي. بغيت تكون متميزه بالافاده ديالها بالتاثير الايجابي، الا نجحت تنجح بتاثير ايجابي، ماشي تنجح فقط حيت عامله شي حاجه الناس ولا شي عنوان ولا شي مينياتور اللي كلشي يدخل يشوف ومن بعد يهبط للتعليقات ويبقى ينتقد ويسب ويكتب هضره اللي هي خايبه. الحمد لله المحتوى هو اللي بغيتو يجذب الناس، ماشي شي حاجه اخرى. بغيت الفيديو ملي تدخل متتبعه وتدخل وتشوف المحتوى تستافد وتخرج بمعلومه اللي تقدر تطبقها وتستافد منها في حياتها وتشكرني وتدعي معايا عليها. بحال واحد التعليق اللي فرحني بزاف مؤخرا ديال واحد السيده جزائريه متتبعه، قالت لي بلي انا كنولد وكندعي معاك لان يعني ساعدتيني بزاف يعني لتسهيل الولاده ديالي. فيعني بحال هادشي هذا كيفرحني بزاف. اذا عاود كيقولوا لي علاش ما كتصوريناش بزاف، ما كتبارطاجيش معنا بزاف، لان النوع ديال المحتوى ديالي ما نقدرش نبارطاجيه يوميا. انا الفيديو كياخذ مني وقت، كياخذ مني واحد خصني نعاود يعني نبحث ونعاود نقرا ونعاود نستجمع المعلومات ونكتبها ونرتبها، وها شنو خصني نقول في الاول ها شنو خصني نقول في الاخر، باش يكون فيديو شامل وتكون المعلومات توصل بواحد الشكل اللي هو صحيح. اما باش نصور يوميا ما غاديش نقدر، والا ما غنكونش تعبت في المحتوى، غنكون اي حاجه كنصورها لكم ونحطها لكم الا كنت كنحط يعني بشكل يومي، لان هذا المحتوى هذا كيبغي واحد الوقت، كيبغي كل فيديو يكون مجدل ومسبقا مزيان. فهاد الشيء علاش كنظن باللي قلت كل شيء، كنظن باللي جاوبت على كاع بعض الاسئله اللي كتضر لكم في راسكم. الا بغيتو من فتره لفتره نعمل لكم بحال هاد الفيديوهات اللي نقربكم فيها مني اكثر ونجاوبكم على اي سؤال، واخا تكون اسئله شخصيه، من بعد ان شاء الله نبقى نعمل لكم بحال هاد الفيديوهات. سمحوا لي الا طولت عليكم، لكن بقيت كنهضر بلا فرانات بحال اللي كيقولوا. وصافي. اذا الى اول مره كتشوفوا هاد القناه هذه، فهذه قناه خاصه بالامومه والتربيه والطفوله. ضموا لينا وضغطوا على الزر الاحمر وبارطاجيو القناه مع جميع الامهات اللي كتعرفوا. الى عجبكم الفيديو خليوا لي جيم، اي سؤال اي تعليق خليوه لي تحت في التعليقات. السلام عليكم.